الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد، واللي كيتعلق لنا طبعا بالدرس الأول من مكون الجغرافيا. طبعا الإطار هو المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس ابتدائي. إذا بالنسبة للملخص سجلناه طبعا في علبة الوصف. نبدأ على بركة الله. عدنا مميزات وطني، الخريطة، الحدود والمدن. إذا أهم أهداف تعلماتي هي أتعرف رسم إطار خريطة المغرب، هي ثم أوطن الحدود والمدن الكبرى على الخريطة، وأحدد مواقع المدن بالنسبة لبعضها بعض باستعانة وردة الرياح. سنتعرف على وردة الرياح. إذا أتعرف رسم إطار الخريطة، والهدف الثاني أوطن الحدود والمدن الكبرى على الخريطة، ثم أحدد مواقع المدن بالنسبة لبعضها البعض باستعمال طبعا وردات الرياح. أمهد لتعلماتي، أحرص دائما على مشاهدة النشرة الجوية لأتعرف على حالة الطقس طبعا في بلادي، وألاحظ تقديم مختلف البيانات على خريطة ذات إطار وحدود مضبوطة. وأسأل: ما الخطوات التي ينبغي أن أتبعها لرسم إطار خريطة المغرب؟ طبعا شنو هي الخطوات التي ينبغي أن أتبعها لرسم خريطة المغرب؟ ثم كيف سأضبط توطين المعطيات المطلوبة على الخريطة وتحديد مواقعها؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس. نبدأ بالنشاط الأول، أتعرف خطوات رسم إطار خريطة المغرب. فوالا هو إطار خريطة المغرب، طبعا هذا هو الإطار الأكبر وهذا هو طبعا الإطار. نعم، اش قالوا لنا؟ هذه هي الخطوات، عندنا مجموعة من الخطوات سنراها. قالوا لنا ألاحظ الوثيقة واحد وأقرأ معطيات جدول الوثيقة جوج، ثم أسمي كل عنصر من العناصر المرقمة في الخريطة واحد. فوالا، نعم ها الخريطة واحد، الوثيقة واحد هي هذه. إذا هنا واحد شنو هنا؟ هذا كيكون عنوان طبعا ديال هذا العنوان ديال الخريطة، اللي هو غيكون شنو هو؟ إطار خريطة المغرب، إطار خريطة المغرب، هذا هو العنوان. ثم هنا ثانيا هنا تيكون عندنا المفتاح. وشنو هو المفتاح؟ يعني كتكون عندنا واحد الرموز، طبعا رموز لها دلالة طبعا تستعمل في الخرائط، ها هي أداة توضح مدلول الرموز المستعملة في الخرائط. فمثلا هذيك المفتاح تيكون عندنا هنا مثلا رمز ديال الجبال، رمز ديال السهول، رمز ديال المدينة وهكذا. ثم عندنا ثلاثة هنا المقياس، نعم المقياس أو السلم، وطبعا يبين العلاقة بين الأبعاد الممثلة في الخريطة والأبعاد الحقيقية المطابقة لها في الواقع. فمثلا هنا في السلم أو المقياس كنديروا 1 سنتيمتر، كنديروا 1 سنتيمتر لكل مثلا 1000 كيلومتر، بمعنى من هنا لهنا كان سنتيمتر تيكون عندنا 1000 كيلومتر في الحقيقة. فهذا هو المقياس. المقياس هو كيعطينا علاقة بين الأبعاد الممثلة في الخريطة مع طبعا الأبعاد الحقيقية. بالنسبة للربعة هذه هي وردة الرياح، سنراها طبعا وصلنا الدور ديالها. وردة الرياح هي مصطلح يطلق على الجهات الأصلية الأربعة، اللي هي الشمال والشرق والجنوب والغرب، وتعتبر أداة أساسية في وضع الخرائط لتحديد الاتجاهات. سنقرأ الخطوات ونديرها مع الخريطة. الخطوة الأولى، أرسم إطار الخريطة بشكل مربع أبعاده 11 سنتيمتر. نعم، هذا الإطار يكون من هنا 11 سنتيمتر. نعم، أجزئ الإطار الأكبر إلى مربعات صغيرة، ضلع كل واحد منها سنتيمتران ونصف. نعم، هنا نقسموها إلى مربعات، هم مقسمين إلى مربعات صغرى، ولكن كل مربع عندنا 2 سنتيمتر ونص، 2 سنتيمتر ونص. نعم، الضلع ديالو 2 سنتيمتر ونص. أرسم الحدود السياسية بخط أسود متقطع. نعم، ارسموا الخطوط السياسيه. نعم، هنا عندنا واحد الخطوط هي صغيره سنراها، يعني متقطعه، هذه ديال الحدود. ثم هي هنا مع موريتانيا لتحت، هي خطوط سوداء متقطعه. نعم، ارسموا السواحل بخط ازرق متصل. نعم، السواحل بخط، ها هي هذه، ونلونه طبعا بخط ازرق متصل. ارسم المسطحات المائيه، الانهار، باللون الازرق متصل متقطع. نعم، هنا الرسم ديال الانهار، الانهار يعني خطوط متصله ومتقطعه باللون الازرق. نعم، ثم الخطوه الثالثه، اسجل اسماء الانهار واسماء البحار بنفس اللون الازرق. اسماء ديالها مثلا هنا هذا البحر الابيض المتوسط، هنا المحيط الاطلنطي، وهنا كاين مجموعه من الانهار.
أكتب أسماء الدول التي لها حدود مع المغرب. نعم سأكتب مثلا هنا عندنا موريتانيا، سأكتب موريتانيا. وهنا عندنا الجزائر، سنسجل الجزائر. أضع مفتاحا ومقياسا للخريطة. نعم مفتاح هنا، مفتاح هنايا، ثم هنا عندنا المقياس أو السلم. أبين اتجاه الخريطة مستعينا طبعا بوردة الرياح، سنرى وردة الرياح. إذا بالنسبة لهذو الثاني الأساسيين، إطار الخريطة، هذا إطار الخريطة شنو هو؟ هو ما يحيط بحجم الخريطة ويحدد المناطق المخصصة لمختلف عناصر الخريطة. وردة الرياح هي اللي قلنا أنها عند تطلق على الجهات الأصلية الأربعة، الشمال والشرق والجنوب والغرب. وطبعا أداة في طبعا أساسية في وضع الخرائط التحديدية للاتجاهات. مقياس قلنا هو اللي كيبين العلاقة بين الأبعاد الممثلة في الخريطة مع الأبعاد الحقيقية اللي في الواقع. والمفتاح هو اللي كيوضح لنا مدلول الرموز المستعملة في الخرائط. نعم درنا هادشي. إذا ها هما بعض الإجابات هنا، عنوان الخريطة، وردة الرياح، هنا المقياس، ثم هنا المفتاح. على نمشيو للنشاط الثاني، أوطن الحدود والمدن الكبرى على الخريطة. نعم أوطن الحدود والمدن الكبرى على الخريطة. لاحظوا جيدا هنا الحدود، هنا كاين الجزائر، هنا موريتانيا، هنا بين المغرب وطبعا إسبانيا كاين البحر الأبيض المتوسط، وهنا كاين المحيط الأطلنطي. هنا المحيط الأطلنطي، البحر الأبيض المتوسط، هنا الجزائر، وهنا موريتانيا. إذا السؤال اللي كيطرح لنا هنا، أسمي الدول التي تجاور المغرب في الحدود وأستعين بوردة الرياح. ها وردة الرياح، نعم هي اللي نشوفوها، هي نكبروها. هذه وردة الرياح، هنا الشمال لتحت الجنوب، هنا الشرق، هنا الغرب. اللي بين الشمال والشرق يسمى الشمال الشرقي، وبين الشمال والغرب يسمى الشمال الغربي، واللي بين الجنوب والغرب الجنوب الغربي، واللي بين الجنوب والشرق الجنوب الشرقي. هذه هي وردة الرياح. إذا الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. سنرى، نعود إلى هنا، قلنا أسمي الدول. إذا الدول اللي في الحدود عندنا طبعا هنا الجزائر، هنا موريتانيا. والواجهة البحرية هي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي. نعم أحدد الجهة التي تركز فيها معظم المدن المغربية. في كاين المدن المغربية؟ واش كاين في الجنوب؟ لا، لاحظوا المدن قليلة. هنا في الشمال، وطبعا الشمال الغربي، إذا في الشمال هنايا وفي الشمال الغربي. نمر إلى النشاط الثالث، لنحدد ماذا؟ مواقع المدن بالنسبة لبعضها البعض باستعمال وردة الرياح. يعني يكون مدينة مثلا، مدينة بالنسبة لمدينة أخرى، تقع مثلا مدينة الرباط بالنسبة لطنجة. إذا بالنسبة لطنجة فهي في الجنوب، سنرى. إذا هنا عندنا هذه وردة الرياح شفناها، سنرى هذا الحوار اللي دار بين الطفل والبنت. هل تعلمين ماذا تعني الحروف التالية؟ شين جيم شين غين. إنها الاتجاهات، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. بدونها سوف تضيع ولن تصل إلى وجهتك. إذا فلها أهمية هذا طبعا هذه الاتجاهات، لأنها تمكنك من معرفة المواقع والاتجاهات. طبعا هذه الوردة هذه عندها الاتجاهات الأربعة الرئيسية اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، وعندنا اتجاهات فرعية اللي هي الشمال الشرقي، الشمال الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، الشمال الغربي. فهي هذه الفرعية تكون بدقة. هاي الاتجاهات الأربعة الرئيسية هي الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب. والفرعية هي الشمال الشرقي شين، طبعا شين، الشمال الغربي شين غين، الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. وطبعا تفيد الاتجاهات الفرعية في تحديد مواقع بدقة، فيتمكن من تحديد المواقع بدقة. هنا عطونا واحد السؤال مهم نطبقوا فيه، قال لك أنقل الجدول التالي في دفتري وأستعين بالخريطة وبوردة الرياح، طبعا الوثيقة أربعة، ثم أحدد موقع كلا من المدينة ألف بالنسبة طبعا المدينة طبعا ألف بالنسبة للباء، وموقع مدينة باء بالنسبة للمدينة ألف، وذلك ببعض العلامة. نعم ها مثال، مثال المدينة ألف وجدة والمدينة باء فاس. فطبعا تقع وجدة بالنسبة لفاس في الشرق، أكيد يعني على المشرق، وتقع فاس بالنسبة لوجدة في الغرب. ها هما مثلا، هنا عندنا الرباط، تقع الرباط بالنسبة لطنجة. لجان الخريطة، الرباط بالنسبة لطنجة. إذا ها الرباط بالنسبة لطنجة، فطبعا الرباط جات في الجنوب ديال طنجة،
وطنجة جات في الشمال ديال الرباط صنارة. ثم دابا عندنا موراها وجدة والرباط، وجدة مع الرباط صنارة، وجدة مع الرباط. إذا تقع وجدة بالنسبة طبعا الرباط فين؟ في الشرق، وتقع الرباط بالنسبة لوجدة في الغرب. إذا من موراها الدار البيضاء ومراكش، الدار البيضاء ومراكش، ماشي هنا، الدار البيضاء ومراكش، لاحظوا جيدا، ها الدار البيضاء ومراكش تحت منها. إذا تقع الدار البيضاء بالنسبة لمراكش في الشمال، والأخرى تقع مراكش بالنسبة للدار البيضاء في الجنوب، وهكذا. مثلا العيون مع طنجة، تقع العيون بالنسبة لطنجة طبعا في الجنوب، وتقع طنجة بالنسبة للعيون في الشمال. نعم، إذا درنا هذا الشيء، هذا ها هو الجواب ديالها. اللي بغى يسأل الاستئناس، طبعا هذا للاستئناس. سنمر إلى أقوم تعلمي. نعم، طبعا واحد الإطار، أهم الأنهار والمدن المغرب، هذا هو العنوان، هذا هو طبعا المفتاح، لاحظوا ها المفتاح وها المقياس، صفر من سنتيمتر في 200 كيلومتر، إذا 200 كم لكل سنتيم، هذه إذا تعبر المفتاح هنا، هذا الرمز هذا المدينة، وهذا الرمز الواد دائم جريان، وهذا الخط متقطع واد متقطع الجريان. إذا هذا هو المفتاح، وهذا هو السلم، وهذا هو العنوان. أكتب اسم الواجهتين البحريتين اللتين يطل عليها المغرب. إذا ها الواجهة الأولى اللي هي البحر الأبيض المتوسط، وهنا المحيط الأطلنطي. أوطن أسماء المدن المغربية التالية على الخريطة: طنجة، الرباط، الدار البيضاء، وجدة، فاس، مكناس، مراكش، ورزازات، أكادير، العيون الداخلة، تطوان. إذا قمت بتوطين مجموعة من المدن بدون ما نشوف هذا السؤال هذا، ورسائل باش نطنو هذو. أحدد الاتجاهات الأصلية والفرعية بعد رسم وردة الرياح في دفتري. هاد وردة الرياح رسم بحال هذه، هي هي أنا نكبرها لكم، هذه هي رسم بحال هذه، ودير هذه في دفترك، عطاتنا من الشمال هنا الجنوب الشرق الغرب، ودير لنا الاتجاهات الفرعية اللي هي الشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، والشمال الغربي. بالنسبة لهنايا احنا وطننا بعد مدن: وجدة، ها طنجة، ها الرباط، دار البيضاء، مراكش، اكادير، العيون الداخلة، كويرة، ولكن ثاني فاس ومكناس. اذا بالنسبة للملخص عما قريب ساضعه في علبة الوصف.